بين ويهرب. أي. هذه راي اخف حاجه. أي. وفما اللي عنده هوايات اخرى يا مدام عفيف اللي تبعك على مواقع التواصل الاجتماعي يشهد بالاماره فما زيده سعيده قراش قالت اللي كانوا وعندهم عمايل يخرج فضحتنا يا مدام عفيف الغربي قلت لها هاني خارجه على روحي برا ربيد الكل صغر وقيد على تفيش الصغر مدام عفيف تنزل بوساع بوساع اختي بوساع عنا شجره اي من بين الناس اللي كانت عندهم في صغرهم شوي شقاوة الممثل فرحات هنينا عنده غرام تفضل عندي تجارب في المترو عندي تجارب أو عندي برشا انا ما ننصحكمش تعاودوا اللي عملتوا انا قبل دونك قبل كنت نقرا في كارتاج بريزيدونس في كارتاج رئاسه كنت ناخذ تجايم في اغلب الاحيان على غالب جاي عندي حكايه ديما نحبها هو اني نحب الرسكي دونك رسكيت برشا تخطيت 47 خطيه اي 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 حتى رقم القياس فرحات هنينا معروف عند الكنترولرات كي يشوفوه يقولوا له اهلا 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 بيك أيا ما تكونوش كي فرحات عاد وهذاك قيدوها على تيش الصغر ومن غير ما تهيجوا على الراجل على خاطر لي كومنتير اللي قريتهم يا حبيبي الحاصل كل واحد وكيفاش وماكم تعرفوا الصغر كل واحد كي كان صغير ومن بعد بشوية 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 فما هكا اللي ربي يهديه يتهد وثم اللي الشقاوة اتواصل معاه انبدلوا الموضوع يا أخويا انبدلوا الموضوع وخلينا سيريو المرة هذه أي سيد المرة اللي فاتت في الدور ما زلت سامحوني كمركز شو على الانتخابات من وجهة نظري انفهمش في السياسة أما اللي نسمعه راني نعاود ونقول ونعلق عليه في الدور الأول كيف متاع الانتخابات قلنا زيدة أنه النساب كانت ضعيفة وفما كل واحد وبررها كيفاش الدور الثاني النسبة زيدة كانت ضعيفة أنا شكون نصدق لهنا مصادر الأخبار ما نجمش أنا ما نركزش ونسمع العميد بودربالة كيبرر لنا علاش معناتها النتائج هكا بين الدور الأول والدور الثاني الدورة الأولى يعني في ما بين الأربعة والستة جات المقابلة بتاع المغرب اللي خلات برشا ناس يمشي ويهتموا بالمقابلة كرة القدم أكثر منه الواحد كانت عندها تأثير واليوم ظروف الطقس وما إلى ذلك لأنه ديما نقول ثم ناس برهنوا على وطنية عالية بالرغم الظروف الحياتية التي نعيشها طقس تسونامي فاش كان ويني وطني حد كانت انا شميسه والله وصلت بقضيه يا راجع شفتوا كيفاش معناتها المره اللي فاتت كاس العالم وماتش المغرب وكذا وتوا هاو الطقس بورتون نهارتها حسب علمي ما خدتوش الذاكره نهار لحد اللي قلت لها في يوم التالي لا ريت لا عواصف لا زلازل لا براكين لا الحقيقه طقس هاب طقس محليه لا تسونامي لا رعود لا فيضانات بون سي بودرباله ادرا سولد البارح شكون عمل طله ما زال حتى حد ما عمل طله سولد على مدى 6 أسابيع شنو الجو امور التخفيضات على مواقع التواصل الامور بدات هكا تغلي على السولد الامور هذه غلبت ياسر ياسر على سي محمد بوغلاب تكون القطعة بمية يردها بمية وسبعين وبحالك بمية وعشرين ويغشك وما تقولش عشاذ ويحفظ ولا يقاس عليه اللي صاير انه جل الممارسات هكا تلقى في وسطهم تلقى اللي تبدأ تلقى تخفيضات حقيقية إذا ما بدلناش الموديل والتخفيضات تشمل كل ما هو كونسومابل شبيه الوتلة والمطاعم والالكتروميناجي الكل نقصوا في الأسواق ولكن في مهرجان تسوق حقيقي مش يلصق لي ورقة بالسكوتش عملك على البلار ويقول لك 40% قولي مدام عفيف سامحني زميلنا وصديقنا سي محمد بوغلاب ساعة مش كل راهو هكي راهو اللي يحكي عليهم هذوما بالحق وانا معناها من اكثر ناس نعمل شوبينغ فما مينوريتي جو دي بيان مينوريتي اما راهي تنظمت ياسر عمليه التخفيض وعمليه السولد وينخرطوا فيها بصفه قانونيه وتلقى اسعار هايله هي لا بالحق ريم معناها علاش نكذبوا على بعضنا انا وقت السولد نمشي نشيخ بالحوايج
هي تكسر. ما نحب بصفة عامة، بصفة عامة، بصفة عامة. هذوما التجاوزات يصيروا، ولكن ما همش هما المقياس. معناها صح، ما دام عفاف خويا كي تمشي تلقى سولت في حقه كذا، ولكن اللي يحكي فيه بوغ اللي بزاده موجود دون اعتبار الفوضى الخلاقه غاديك اللي البوتيكات تولي عباره على نصبه وافرز وحدك على كل. هو راه في الحالات الكل في فتره السولد التوانسه ما عندهمش سولد من اساسه، سورتو السولد اللي في المكاتب. ولا ان تتحلحل الامور، انا التوانسه هذوما نحب نهدي لكم هذا الدعاء الى ان نلتقي غدا. ربنا يوفقك ويكبر بخاطرك ويشيل من قلبك كل حاجه مضايقاك وتعباك ويشيل الحزن من جواك، ويا رب يرزقك بكل حاجه نفسك فيها وبتتمناها، ويبعد عنك كل حاجه انت خايف منها وقلقان منها، ويهدي بالك ويهدي قلبك ويهدي سرك، ويرزقك الخير كله طول عمرك يا رب. اضحك بقى يا عم، والله ربنا هيكرمنا، ده انت ضحكتك بالدنيا. حمروني نيوز. أنا زوز غنيت ونخرجوا بهم، يا اضحكي يا وائل كفوري يا دلي يا روحي، شو تحبوا؟ وائل كفوري. ها؟ وائل كفوري. لا مش نسمع كلام أمي. والله يا أمي اضحكي، نسمعوا اضحكي أحمد.